أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نستمع إلى هذه الأنغام من خلال برنامج مشوارنا، ويسعدنا ويشرفنا في هذه الفقرة وهذه المساحة في حلقة اليوم من برنامج مشوارنا ضيفنا الكريم الأستاذ والفنان والمطرب والملحن علي العبيدي. بجودة بيك مرحبتين علي سالم العبيدي. علي سالم بجودة بيك مرحبتين بيك. نعرفوك علي العبيدي. نعم كلنا. هذا الثلاثة يعني. بطاقة شخصية هذه. طول عمرك. والله لا. المهم الفعل. يا سيدي. الله يسلمك يا أخوي علي. بجودة بيك كلامته بخير إن شاء الله. والأخوة المستمعين أنتوا عندك كم راديو طبعا أكيد. لا هو تلفزيون. تلفزيون أو راديو متلفز نقول. الاستوديو. طبعا نعم. استوديو وراديو لكن هو الان كل عام وانت بخير وبلادنا بخير ان شاء الله والمشاهدين كلهم بخير ان شاء الله يا رب ويا رب سنه خير على الناس كلهم يا رب ان شاء الله ويا رب يكرم ليبيا اللي تعبت ان شاء الله ان شاء الله يا رب كريم اكيد في كل شيء علي طبعا التفاصيل المتعلقه بنشاطك وحضورك الفني كثيره نعم باهي ويعني واجده خلينا نقول بالدارج لا والله ما واجده واجد يعني حضورك ورصيدك على الاقل حتى السابق انا نحسب على السابق نعم. الى الان يعني عندك رصيد لا باس به من الاغاني ومن الالحان في المكتبه الليبيه المكتبه الفنيه او الغنائيه تمام ومؤخرا في السنة اللي فاتت تقريبا خضت تجربة التقديم نعم. التلفزيوني وهذه خطوة يعني استثنائية غير نشاطك الفني اللي هي في سهرة أنغام وكلام هذه السهرة ما شفناهاش السنة هذه شو الأسباب أنغام وكلام لا والله اشتغلتها بس تأخرت في تنفيذها ما كانش فيه نصيب من الأول أنا من نهاية رمضان اللي فات كنت نشتغل عليها صراحة ومعي ناس صراحة يعني ما بيش نذكر لك أسماء ناس ذو قيمة إنسانية عالية قبل ما يكونوا قيمة فنية وشعرية صراحة شعراء منهم وفنانين ما صارش نصيب إلا لقيت روحي شوف من نهاية رمضان اللي فات لرمضان اللي توا لقيت روحي مكمل يوم 12 رمضان 13 رمضان اللي هو السنة صعب يعني غزي حتى كم حلقة 15 حلقة نفس يعني مش نفس الموضوع الأول ولكن بطريقة أنا حتى حجقت الأستاذ أحمد دخولي مثلا للمجال الإعلامي وقصادة كمذيع وكإنسان قدم في الفن والقصة دي وقدمت فنانين وقدمت شعراء ما هوش دخول لهذا المجال تخصص أنا أحب التخصص الراجل كيف كنت فاضل تشتغل في هذا الإعلام ونحب التخصص أنا بالذات التخصص أنك تكون إعلامي مذيع تقدر هذه الرسالة السامية وتشتغل فيها صح أو تكون فنان تقدم في رسالة ملحن ومطرب تقدم أغنية كويسة يحترموها الناس كلاما ولحنا وموسيقى تجد لك تاريخ يعني صحيح. فاللي صار لقيت روحي نبي نشتغل مع الوسط الفني مع الفنانين يعني كان في ناس صراحة لهم أيادي بيضاء على القصة هذه فأنا قصدي أنا كنت مفروض ندرس حتى فن الإلقاء يعني قصدي فالمهم الناس اللي ما يقولوا لي مش محتاج الموضوع وفعلا هي الأشياء ببساطة توصل الناس دائما الأشياء المبهرجة والأشياء اللي خالية من الصدق خاصة أنت يعني طبيعة البرنامج ونوعيته هي يعني نقدر تقدر عليه تستضيف في فنانين ومطربين وشعراء نعم هو ليس برنامج اجتماعي وليس برنامج وطني وليس سياسي. برنامج سياسي وليس هو برنامج يتكلم في الفن والكلمة واللحن والشعر والله ملعبك زي ما نقول هذا نفهم فيه طول عمرك فأنا ما دخلش قصدي مثلا دخلت أحساس أن يكون في المجال الإعلامي تزاحم فينا لا 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 حبيبي بالعكس لا لا هو أنسنا في المجال يا سيدي وكيف كانت التجربة كيف والله جميلة صراحة تقييمك يعني أنا أقول لك حاجة سبحان الله أعوذ بالله من كلمة أنا هذا الإبداع في بلادنا حتى على مستوى العربي الإنسان دائما يشتغل حاجة من هنا توصل قلوب الناس قبل أذانهم كي نقوله يعني لقيت الشريحة اللي نحبهم ناس ما نعرفهمش بكل لما تجلس معه ويقول لك أستاذ أنت قدرت وقدمت واشتغلت ومش عارفيش تحس فاهم القيمة الفنية والأدبية والإنسانية أنت قدمتها في البرنامج وكأنك تعرفه من 50 سنة صحيح. ففعلا يعني كل إنسان سواء إعلامي والله ملحن والله مطرب والله ممثل والله رسام له جمهوره الخاص اللي يحسوا بيه ويعرفوا يتعاطوا هذا الفن ويعرفوا هذا الفن دائما الفن الحقيقي الصادق يوصل قلوب الناس كيف ما دائما أكد عليها الجملة هذه لأن الفن اللي المبني على كيف ما قلت لك تو نحن في بلادنا هنا ما نقدروش مثلا تو نقارعوا القنوات الفضائية العربية صراحة في مجهود صراحة في بذل في الاستديوهات وفي الشغل وفي الإنتاج وفي الإعداد وفي كل شيء
انت تو انا بليبيا ما عندكش لحاجه واحده بس، اصدق مع الناس توصل. عندكش انت الامكانيه نتاع الملايين باش تدير استوديو كبير وفخم وتجيب ضيفك وتجيب، لكنك كنت صادق هذه ماهيش صعبه يعني، بس مش صعبه، وانت حتى تلعب في سيزا دير لقاء مع واحد. صح صح، مش هيك الفكره اجمل خليك طبيعي. وهذه فكره حتى هذا البرنامج اللي تشوف فيه تو الان، انه على الهواء على طول يعني من بدايته الى نهايته. انا عجبتني الفكره، انا والله عجبتني الفكره. اول شيء تحيه للاستاذ وفاء، طبعا احنا نسراه الاستاذ وفاء بجواري الإعلامية، طبعا قامة صراحة من قامات بنغازي وليبيا في الإعلام، هي معدلة البرنامج طبعا، وحضرتك أنت مقدم البرنامج، من يقدر يغيب عليه البرنامج؟ يقدرش يغيب حد صراحة. أستاذ عبد الله المسماري، والأستاذ عبد الله المسماري صديقنا طبعا، هذا مرة عين الأول في الإذاعة الأولى، واشتغلنا مع بعضنا واجد، ربي يطول أعماركم. الله يسلمك، وكل عام وأنتم بخير صراحة. نعم سلمى. طيب بالنسبة لل هذه التجربة، تجربة التقديم، كيف شفت فيها؟ فيها صعوبات نفس الشيء يعني. نفس أنت ليش مركز على فكرة اللي نقدم التقديم بس؟ غير لي الموضوع تاع الفن شوي. لا 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 لا، حنغير لك على الفن. احنا قلنا بسم الله توكل بدينا على أن بناخذ الموضوع هيك كمحور، ما لك محور في المذياع يعني. كان متعب، كان متعب بالنسبة لك؟ جدا جدا، متعب في الإنتاج يعني، هذا اللي نقص. أنا نحسيك مرتاح لاني عشت التجربه هذه. وراك معده ما شاء الله تبارك الرحمن، وراك الاستاذ عبد الله فني صوت وفني خلينا نقولوا فني فيديو في نفس الوقت، وانا في الزورة. انا الاشياء اشوف الفرقه الموسيقيه من اكبر واجمل عازفين ليبيا، من انت تعد وتقدم، انا اللي معاهم ندير في البروف على العمل واعمال جديده، و15 حلقه فيهم 45 عمل جديد كلام ولحن، انا اللي نادي في البرنامج طبعا. الاولي معي الاستاذ صراحه الفاضل مسي عليه في الليله الجميله، الاستاذ عمار جروشي، القامه الاعلاميه الكبيره. طبعا انا دائما تلجا للناس الكبار في المواضيع هذه نشوفهم. انت معك فكان معي صراحه عبد البرنامج أمورة. لكن الجانب الفني البروفات والموسيقى والغناء هذه كان شوري انا، لكن شايل هم الدنيا كلها، المخرج والمصورين والقصه والبرنامج يعني. لان المشاهد عارف انت يتعامل مع هذه النصف ساعه او الساعه، ما يعرفش انه وراها، ومش شرط يعرف ويجب ما يعرفش، خليه يشوف. لا لا، المهم العبره بالنتائج زي ما نقول. اكيد الله يك الله يك. بالنسبه للتقديم بس جيت القصه. لا لا، بالنسبه يا سيدي للغناء، للغناء خلينا نسمع منك في هذا في هذا الجو الرمضاني الروحاني. نعم الله عليك الجميل والرائع. فضل الله طبعا، الله يسلمك. 30 حلقة ابتهالات دينية الناس شوفين في القنوات، طبعا دير سبيل لله الواحد الأحد إن شاء الله. ابتهالات دينية صراحة من أجمل ما درت في حياتي وأجمل ما اشتغلت في حياتي صراحة. شوف أنت عادة تغني أغنية تغني فيها للعباد، شوف أنت لما تغني وتتجلى للواحد الأحد الله سبحانه وتعالى، وبالأدعية وبالدعاء وبالخير إن شاء الله. نسمع منك ابتهال إلا رسول الله. نسمعه. يلا اسمعوا بعضنا، نبدو به نستهل به أجمل ما استهل به. الجودة بيك سيد أحمد، الحمد لله طيب والله. الله يسلمك يا علي وبارك الله فيك. سلمى سلمى أول أمرك. مليون في مليون، صلى عليك
الله رب الكون والملائكة مليون في مليون عدد البشر من كل جنس ولون عدد من البشر من كل جنس ولون يريدوا رضاك يا حبيب صحيت عليه الصلاة والسلام. هذه من ضمن يعني باقة وحزمة من الابتهالات الدينية. كلام للشاعر الشعبي الكبير جمع بقبين المسي عليه في الأمسية المباركة جمع بقبين. شعر معروف طبعا. أكيد طبعا. وكم حوالي ابتهال أنجزت علي؟ الابتهالات طبعا مجموعة هن كان نظام أدعية بالفسحة طبعا. كان صعب حتى شغل التلحين. ليش؟ لأن عادة الملحن يتعامل مع قوافي، عند قافية، عند حرف ساكن يتحرك، تفعيلة الشعر عرف أنت في اللحن، سواء كان كلام عامي أو فصحى. لكن هذا أدعية مفتوحة، الحمد لك اسمها البرنامج، أسماء الحمد لك. فلقيت صعوبة في قصة إني لا أمتى نكفر الموضوع، ضروري تبي قافية تستند لها باش تقش، لكن وزن موزون الأمور يعني. أيوة بس قلت الأمور ماشية كويسة ورضا الناس ورضا الله قبل الناس. طبعا يعني هو مجموعة زي ما قلنا كبيرة، مجموعة من كبيرة من الأدعية والابتهالات حتى فيها شعراء من الكبار. وهذه يعني تجربتك أولى في أداء كانت أول تجربة الابتهالات. نعم نعم. الآن شايفين الساحة الفنية والطربية يعني متوزعة ما بين الأغاني أو اللون اللي أديه مثلا علي العبيدي وجيلة من المطربين، وما بين الأغنية الشبابية المستحدثة والراب وغيرها. نعم. إجمالا شن تقييمك لي؟ بالعكس والله الحاجة أنا مع جميع الألوان الموسيقية والفنية والإبداعية بصفة عامة، المهم يكون فن. أنت لما تأخذ أغنية مثلا من التراث الليبي وتبي تغنيها قدر الإمكان ما تشوهش، إذا كان قدرت تضيف حاجة كويسة كان بها، ما قدرتش ما تشوهش، ما تقربش الحاجة مثلا ما تقدرش عليها. لكن بالعكس انا اقول حاجه حتى ضد التسميات، يعني قصدي اغنيه شعبيه، اغنيه اذاعيه، اغنيه راب، اغنيه مش عارف. طبعا الراب هذا انت عارف تاريخه، فن اصلا قصدي من الولايات المتحده الامريكيه في امريكا طبعا، نشا مع الزنوج وقصته طويله عريضه مش مجال توا. ولكن اي حاجه تخش خواطر الناس ويحبوها الناس هو فن حقيقي يوصل الناس دون تسميات ودون اي شيء. والدليل انت جميل اغاني توا منتشرات، يعني قصدي هنا في بلادنا في اللي يغني راب وناجح، وفي اللي يغني شعبي وناجح، وفي اللي يغني إذاعي وناجح. أنت اللي همك هو الرسالة والمحتوى تقدم أيوة شيء هادف يعني. نعم. ما فيش كلام مبتذل، كلام زي ما تقول ألفاظ نابية. سواء احنا من المشهورين في الوطن العربي عندنا بالتي هذا التونسي مثلا فنان صراحة يعني نجح في أنه كيف أنت عارف شو فكرتها الراب كأنك تمشي لأمريكا وتقول لهم يغنوا مرسكاوي، فهمت الفكرة؟ طبعا صعبة جدا طبعا. جديات والله كيف غازي هنا بعض المدن صعب عليهم يغنوا مثلا المرسكاوي هنا في ليبيا ببلادنا نقصد، يعني كأنك شايل المرسكاوي هذا فكرة المرسكاوي فن المرسكاوي الشعبي حميدة درنا عبد القادر الناس اللي غنت هذول سي علي الجهاني حميدة منقطة، كأنك شلت هذه الثقافة ونقلتها لأمريكا غالي. تجي الأمريكان كيف يغنوا في المرسكاوي؟ فهمت الفكرة؟ توا العكس اللي ساير، الراب هو فن أمريكي نشاء منبع الزنوج وحريتهم وقصة برنامج كيف كان في مزرعة السيدة ومش عارف حتى حركاتهم على فكرة يعني صح. الراب فهمت ولا؟ وال محددة والمالية الواسعة هذه بتاعت السروة الواسعة والسروة الواسعة كل الرموز هذه قصدي رموز الفنهم شغلهم. جميل انك انت تتعاطى الموسيقى، الموسيقى هي اصلا لغة عالمية يعني الموسيقى تفهم تقول لي هنا التراث فن مصري فن ليبي فن تونسي فن مش عارف شنو. الموسيقى اللغة الوحيدة على مستوى العالم موحدة هي لغة الموسيقى والنوتة، كتابة النوتة بروحها. والموسيقى هي أداة لترجمة الحس، الإحساس، إحساس البشر كله واحد، تختلف لغاتهم لهجاتهم أديانهم
بس احساس واحد. انت مرات تسمع موسيقى ما احساس الواحد هذا ما نعرف لونه. نعم الاحساس الواحد هذا يتمثل في خروج الموسيقى الدور ري والمي والفا والسول واللا والسي. شفت رسالة صحيح. الموسيقى كيف هي رسالة سامية جدا يعني من خلال تقدمك وتقدمك. اذا انت يعني حكمك العام من خلال الاستماع الى هذه الالوان المختلفة سواء كانت غربية أو شرقية نعم ما إجليبية ولا محلية ما يهمش المهم الناس بس تتذوقها وتحسها وتحبها وتسجن معها وتتنغم معها بالضبط. وهذا هذا الميدان يا حديدان زي ما أقول ولا لا لا بس أقول لك حاجة زمان يعني غازي ممكن هذه فكرة أنت كنت زمان طبعا وما زلنا رفاقة كنا رفاق زمان فكانت في لجنة زمان إجازة نصوص تفكرها طبعا يعني يا اما تخش مطرب والله ملحن مين مرة بس استفدنا منهم واجد صراحه ناس كانوا طبعا ذو امكانيه صراحه عاليه في الفن ملحنين دون ذكر اسماء خاف ننسى اسماء ف تو في ليبيا ماعش فيه مفيش كلام خلاص ماعش فيه سوق مفتوح انزل غني دير قصه برنامج قول كلام يعني ولا في تقيد حتى بالاخلاق بتاع الشارع والقصه هذه فهمت ولا هنا نقول لك للناس اللي يحبوها الناس خلاص الناس هم اللجنة تول اللي كانت صحيح. صحيح. هم اللي يقيموا ينجح عمل نبي العمل هذا نخل العمل تسمع في لكن ما نقدرش نخلو الجزئية هذه على طول يعني رأي الناس لأن مرات المواخذة يعني الدهماء والعوام نعم تجدوا هم السعيدين في السعيدين في عملية الذوق فبالتالي مرات هم اللي يسحبوا نعم. الفنان نحو هذه المناطق انت جيت النقطه جميله آه. جدا هنا نقطه مفروض صراحه من خلال منبرك منتو انا كفنان وليس كاعلامي حنعود لك راه حنعود لك اسئله انا رايي من خلال منبرك الشريف صراحه ضياء والله جديات وحتى الاستاذه وفاء اذا كان تسمع فينا اكيد ليش ما تعالجوا مشكله النقابة نقابة الفنانين واللوائح التنفيذية والقانون الفني هاي جارتنا مصر قريبة قاعدين يشتغلوا صح فيش دخل حتى في إسفاف في ناس تحارب فيه وفي ناس ما تعرضش فيه في قنواتها صح ولا لا صحيح. في قانون في بطاقة نقابة نقابة حقيقية يعني فهمت الفكرة تدفع رسوم وتشترك فيها ونقابة فنانين ولوائح وقوانين ويسنن تشريعيا عن طريق البرلمان طبعا هذين جديات يعني قصدي نقطة مهمة جدا هذه انت وريت اغلب الفنانين واغلب الممثلين اللي استضفناهم والمشتغلين في هذا المجال وهذا الحقل قالوا نفس الكلام طبعا اللي هم محتاجين بالفعل الى نقابة لكن من يبادر يا استاذ علي من يبادر انا اقول لك من يبادر ويحاول يجمع الفنانين باللي انت تقدر عليه استاذ احمد ما سمعت هو برنامج كم هذه انت استقبلتوني الليله ضيف بروحي نهدرز ونغني لكم والامور تمام صح تمام. دير انت نفس الحلقه جيب وجوه طيبه من هنا مثلا من بنغازي او حتى السعيد من طرابلس تجيبها من اي مكان في ليبيا وتجلسوا مع بعضكم وتطلعوا بورقه مع بعضكم هدرزوا الناس وتحكوا الناس وانت عارف انك علم المواطن الليبي عنده علم اكثر من الفنان الليبي بظروف الفنان الليبي فهمت الفكره كيف يعني اعرف ان ما فيش الفنان ما فيش من زمان يعني قصدي ما فيش نقابه ما فيش قوانين حقه مهضوم فهمت الفكره ولا بينما توجارة تونس وجارة مصر غادي النظام ماشي عندهم مساح والشر اي حتى مولي حاجه تجي قصه غير الفن والفنانين تو مره واحد يقول لك هذا احنا فاضيين تكلموا تو على موسيقى ولا اي كل واحد يحكي على هم الملكيه الفكريه يا استاذ احمد صح حقوق الملكيه الحين متوزعه الان قاعده نسمع فيها في دول اخرى انا بالتاكيد طبعا انا ما ادورش هذه يعني من فتره حتى ايام النقابه كانت قائمه والحره اول ما تزرب بيته المفروض نحن هنا ندير قانون بيته تلحق اللي برا بيته منهر للاسف يعني بيته هو لا لا خلف فال وخير ان شاء الله لا 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 نحن على ذكر النقابه وهذه الاجسام والمؤسسات المهمه اللي تحميك وتحميني وتحمي حقنا بس من يصنع ولا تسمح نعم للمتطفلين نعم للدخول والانخراط في هذه النقابة لأن ما فيش مجال في ناس لجنة تقيم زي ما قلت أنت في البداية صح. هي اللي تسمع هي اللي تعطي الكرنية والبطاقة هذه هذا يستحق أن يكون فنان هذا يستحق أن يكون كذا 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 بالتأكيد. في أي مجال أنا أنت حتى دول الأشياء هذه نسأل أحمد أقول لحاجة غلط هو إذا كانوا الفنان الليبي ينتظر أن الدولة تدير له نقابة وتدير له والله مسير منها ولا بعد مليون سنة
صحيح. لكن المفروض الفنان بروحه بس يجتمعوا مع بعضهم ويهتزوا مع بعضهم. انا اعرف طبعا في فنانين عندنا اللهم صل وسلم وبارك يعني يملكوا فكر وثقافه وادراك ويعرفوا بعدين حتى تخصصاتهم، في ناس من يشتغلوا في القانون في المحاماه وفي فهمت صح الفكره صح صح. فمفروض انا اقول شنو دير حلقه سيد احمد والله جديد، دير حلقه مثلا يجيب فيها الوجوه الطيبه مثلا هذول وتحكوا قدام الناس وتطلعوا بورقه، قصدي مثلا تطلعوا بورقه صح نحكوا على الدور النقابي واهميته. لا ما تدورش مسؤول ما تدورش لا 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 ما تدورش الله يربحك. طيب انت ايضا من ضمن الاغاني المعروفه واللي اشتهرت بها استاذ علي العبيدي ما جت الا مربوحه، اللي هي للشاعر الغنائي عبد الله منصور ربي يفرج عليه ان شاء الله، ومن الحانك وادائك حكينا شوي على العمل عن هذه التجربه وبعدين نسمع منك ما جت الا مربوحه. خطرت علي بدي نحكي لك، انا دائما هي انا ما نعتبرش صراحه قدمت فيها لحن بقدر ما انا قدمتها بموسيقى فقط، هي يعني كيف نقولوا فيها اهلنا وعربنا هذول الناس اللي يقولوا بالشعر. ما ضفت جديد انا بيني وبينك في اللحن، اللحن موش لحني، لحن تراث. الجديد اللي فيها ان الناس اول مره تسمع هذا التناغم بالعود وبالموسيقى وبالكمان وبالشيلو. انا بما ان ثقافتي في الشعر نحب الشعر وايضا معرفتي للموسيقى تعامل مع الموسيقى فدرت ميكس ايوه الله يفتح عليك اقرب جملة وأقرب فعلا كلمة يعني غزي مزج يعني الأشياء هذه خلطة أيوة. فكان ممكن الراجل الشاعر الشعر كان يغني فيها الصفرة قدامه مسك عود ويقول هكي بس أنا بدل ما درت هكي درت هكي عود بس أيوة. وتسمع صوت العود. فإذا كان حبني غزي الحمد لله يعني الناس حبوها ويحبوها الناس مقدمتها كيف ما هي كانت تراثنا. كانت في الكم حوالي في التسعينات ولا لا 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 وين التسعينات لا لا هنا دون 2009 كده تقريبا 2008 كده زي كده في العشرية الأولى من الأشياء لا خلنا نحكي لك نقطة طريفة على الأغنية هذه باه. كان مخرجها لبناني اسمه جوزيف شانين رجل لبناني اشتغل جهنا اشتغل في الليبية اشتغل الجلسة اللي انتشرت الجلسة اشتغل في الليبية كذا نجد المهندس الفنان العراقي الكبير وفيها مطربين من تونس ومطربين من مصر وفيها. فطبعا هو كان مخرج الأغنية هذه مجلة المربوح. فالمهم صورت أنا وياه في مكان هيك مكان وبعدين قال لي خلينا نكمل التصوير في مكان آخر فكان بالها هو فكرة هيك. فقلت له كي خلاص المهم كلمني في تليفون وأنا في الفندق أستاذ قال لي ريت تجيني أنا حصلت مكان جميل تعال خلينا نكملوا تصوير الاغنيه يعني. فجيت لقيت معاه الفنان العربي السوري دريد لحام ربي يشرح طول في عمره. فطبعا شكله يشتغل في برنامج للفنان دريد. فالمهم طبعا جيت لقيت دريد لحام طفوله نتفرج عليه ونحفظ له اغنيه وبسان فنان هذا الكلام هذا في انا بطرابلس في طرابلس طرابلس كان فالمهم قعدنا هذه الزاويه وصورت انا وياه وغنيت له يا مؤسس الحبايب يا القديمه هذين الجميله في صح النوم. أشوية قال لي أشوف أدب الفنانين الكبار شوف قدر محترم قال لي أنا في إمكانية نمشي نحضر معك تصوير الأغنية هو لا سلام شرف كبير لي يا ساد تفضل ما عندكش مشكلة مو مشمع طبعا فوق من الكاميرات اللي يعني وجهك بيستني الأغنية قدامك دريد لحلام فنان كبير يعني كيف الحلم الحاجة جميلة بكل صراحة وتعطيك الخجل وتتعب وانت تصور لا وتتأثر يعني بهذه المواقف فنان كبير وباسم كبير ونحن تلقى مرات خلنا نحكي لك انا مجات لما مربوحه قصتها فايش تطول لك شوي تفضل. المهم كملنا الاغنيه طلعنا مع بعضنا وصورنا برنامج هذا الزاويه برنامج شويه قال لي قلت له ايش رايك في العمل؟ قال لي والله صوتك حلو. قلت له شكرا استاذ. قال لي واسفك على الود حلو. قلت له شكرا استاذ. قال لي بس ما فهمتش ولا حاجه من اللي قلتها ولا كلمه قلت له متوقعها بس ترجمت له انت انا طبعا حاولت هيك ترجم صعب جدا يعني من السوري يتفهم يا ما تفهمش ما فيهاش شرح فهمت الفكره طبعا حكيت له قلت له استاذ انتم طبعا ما شاء الله الدراما السوريه وصلتنا باب الحاره قاعده في حواشينا في التلفزيون اللهجه بالنسبه عندنا سهله فقال لي قال لي هذا من اكبر عيوب ليبيا فنيا مش قادره توصل لا دراما ولا اغنيه لنا غاليين احنا ما عندناش مانع نتفرجوا قال لي نشوفوا فن ليبيا وشغل ليبيا قال لك ما جانا شيء اصلا فبالتالي المفردات والكلام واللهجه بتاعنا حكيت له قلت له لان الاستاذ دريد عميد الادب العربي طه حسين زار منطقه اسمها برقه اللي هنا كان زمان ولايه رابس ولايه برقه ولايه فزان زارها في اعتقد هيك التاريخ كان ما تخونيش الذاكره في 1948 زار هنا برقه
فقلت له قال كلمة جميلة ما زالت قاعدة محفورة في أذهان الناس وكتبها بخط يده. قلت له شن قال؟ قال لهجة أهل برقة أقرب إلى الفسحة. هذا عميد الأدب العربي تحسين. قال لي خلي الموضوع هكي، أنتوا وصلوا لهجتكم وصلوا فنكم وصلوا تحكم للناس. صحيح، خاصة أن العمل هو شعر شعبي زي ما قلت، يعني مش كلام يعني عادي هيك، ممكن يكون قريب. وكان تشرح لنا ما فيش مشكلة. صح صح، ايش تبي تشرح لنا؟ لكن ما جت إلا مربوحة بالسوري، مش عارف، أنا قاعد أنا نحاول نترجمها مش قادر والله، مش حتى ما جت ومربوحة، يعني جاية ووداع في نزلوا، ما شرحت لشيء والله، مش شرحت لها شيء، ما صعب صعب. طيب وفيها تقديم وتأخير وفيها موضوع بالضبط. نحن نسمعوها أستاذ علي مع بعضنا أغنية مجات المربوحة. بشراك مجات المربوحة خلينا نغنوها بعدين، نسمعك عمل أخرى سواء جديد خلاص كويس. براحتك براحتك، يلا بسم الله. عيشة النيسي. الله 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 يسلمك، الله يبارك فيك. طبعا استاذ علي، انت لك مشاركات محلية وخارجية في مهرجانات يعني غنائية وفنية، اخرها مهرجان عروس البحر في تونس، وهو احدث مشاركة خارجية لك. مزبوط، للاسف ما شاركتش والله، ما مشيتش، ما مشيتش والله، لا ما مشيتش. شو السبب؟ والله كانت عندي الوالدة مريضة هكي، لبس عليها لبس عليها وين عمرك صراحة. تحية من خلال منبركم للشعب التونسي الذواق صراحة، يعني تونس بلد الفن ومنشأ الفن في كل شيء. ناس صراحة الذوق عندهم والحس الفني عالي جدا، يعني الناس العاديين
وأنا كنت فرحان بالتجربة هذه، ولكن ظروف كانت شوية ظرفة ظرف يعني. ما يسمحش. ما كانش لك مشاركة يعني سابقة لا خارج ليبيا؟ لا. طيب تجربتك في المشاركات المحلية داخل ليبيا شاركت أعتقد؟ لا شاركت واجد طبعا، أكيد طبعا أنا في بلادنا، حتى برا شاركت، لكن مشاركات كان خجولة نقولون. لا مش خجولة، لا بالعكس، كانت مهرجانات كبيرة، لكن حضور فقط هيك يعني. كان في مهرجان للسينما في مصر في اعتقد 2003 2004 حاجه زي كده، مشيت حتى وحضرت فيه غالي. كل خطر على كلمتك انت توا، مشكلة نحن مهرجاناتنا هنا، المهرجانات هنا ميدومان الشروب، ما فيش حد، قصدي مؤسسة تهتم بالتاريخ وين تجي المهرجان، يعني تحسها عرس سكي وانتهى ثاني يوم وعدى الناس تمشي في حالها، فهمت الفكرة؟ ما فيش حاجة مثلا ثابتة. مثلا عندنا مهرجان الربيع، قصدي في الربيع قاعد شهر ربيع، يجي كل سنة في ناس تشتغل عليه، يصبح كيف السنة يعني، دائما سنة دائما. لكن أنا بيني وبينك الأشياء اللي نحس اللي ما فيهنش انتظام، مش ما فيهنش روحي. أنا ما فيهنش نقصد، أنا مثلا تلقاش نفسك فيه. آي والله يفتح. كيف الإبداع هي القصة على فكرة، العلاقة حتى بالإبداع، فما نمشيش، حتى ما عنديش حضور واجد في المهرجانات الفترة الأخيرة، يعني ما نمشيش حتى احنا مفروض هنا في بلادنا صراحة تربي المواطن الليبي على المسرح، على الأغنية، على الحفلات، ما فيش. خاصة احنا في هالمرحلة محتاجين جدا يعني للفن، للرياضة، للإبداع، للرسوم. كل واحد صاحبي مدة 3 أيام 4 أيام فحكي لي، نحكي لي علي مشروع أغنية، فقال لي راجل أنا تهيلي حاجة. قلت له شنو؟ قال لي يا راجل تهيلي الناس من كثرة المواجهة ومن كثرة التعب من الدولة ومن والله من الوضع يعني من الوضع السائد للناس. قال لي شوية صار عندهم فتور مع المواضيع هذه، ما عادش يركزوا واجد على حاجات واجدة، ما عادش يدوروا فيه. قلت له بالعكس المواطن الليبي مازال، والله قلت له المواطن الليبي مازال رغم الألم رغم الجرح، بالعكس وكأنك تحرك له في وتر جوا. صح هذا المفروض يعني الجرعة تكون مكثفة بالنسبة زي ما قلنا للفن، للرياضة، للمسرح. مش ملاحظ ان اغانينا البدوية غناوة العلم والشتاوة فيهم كم هائل من الحزن والمناحة؟ دائما حتى في الوضع العادي، ما تقدرش انت تلوم في الوضع العادي. طبعا اكيد حتى في الوضع العادي الناس تتناغم مع الألم، تتناغم مع الحزن. أنا ما نعتبرش فيه هزم، بينا بينا نعتبر فيه شجن. شجن شجن أقرب الجملة دي. صح والله شجن. صح، فكل إناء بما فيه ينضح، وكل الإنسان وليد بيئته، وليد المكان اللي هو فيه والظروف اللي هو فيه والناس اللي هم فيه. طيب المشاركات في 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 رأيك شو نضيف للفنان، شو نستفيد منها الفنان؟ بالتأكيد طبعا لما يكون مثلا، طبعا احنا بيني وبينك خلينا نقول لك الصراحة والحقيقة يعني السنين اللي قضيتهم في الفن وقصة برنامج بالنسبة اطراب للصراحة يعني لديها نصيب الأسد زمان وتوى في القصة هذه، يعني غازي اللي يمشي يمثل في البلاد برا من طرابلس، واللي يمشي يقرأ موسيقى ربي يفتح عليها من الناس، يعني ما فيش يعني مش ممكن تصدق ان بنغازي من اكبر مدن شمال افريقيا ما فيهاش محد متوسط موسيقى ومسرح. صح ولا ما صح؟ الان ما فيهاش، حتى طرابلس ما فيهاش. دائما شنو الوزارة مثلا بتاع الاعلام هذه غادي، وانا مش مقتنع لا بالاعلام لا بالثقافة هنا صدق، اللي يتبع الدولة نعتبر فيه هو اناء للسلطة والسلطة الحاكم ايضا، مجد وزمر وطبل، وهذا مش في بالي انا. صح. مش في راسي. صح والله. الفن الحقيقي يقدم للناس من خلال اي منبر، حتى ببساطة انتوا هنا ريت كاميرا ثابته وقاعده وتهدرز وتحكي، الناس تدور في دوه كيف هذه. صح، ما عادش تدور في الجوقات واحد لابس وشكله مش عارف ايش والقصه، ما عادش يهمها الناس. فتلك هذه خلاص جديات والله. عجبتني فكره يعني البرنامج نتاعكم، عجبتني قدموا في قيمه فنيه انسانيه عاليه. الله يسلمك. وميجي كامش الا جمهوركم. صح. يعني ميجو كامش الا الناس اللي اصلا يحسوا بالموضوع يعني، والتقديم المجرد من زي ما تقول من الرسميات ومن نعم المبالغة في التكلف، وهذا مهم جدا خاصة الإعلام. أنا والله حتى أنا نطرح عليكم فكرة من خلال برنامج كمان. عجبتني الفكرة جديدة يعني، هذه حتى الأستاذ وفاء والأستاذ عبد الله، ليش أنتم ما تجيبوش مثلا الوجوه الطيبة في بنغازي، الشعراء غنائيين الكبار، الفنانين الكبار، الفنان المحامي اللي درس قانون، الفنان القاضي، الفنان الوكيل النيابة، الفنان. صحيح. أما رام عندي مقاسي، هو الفن في ليبيا مازال هو هواية وخلاص. صحيح. نحن طبعا بدايتنا يعني بداية حديث العهد ربما من 3 شهور
لكن بدينا ولله الحمد نستضيفه في شرائح مختلفة. حلو. أنت عارف البرنامج فني خدمي، حتى في جزء من السياسة مرة وفي ظرف زمني قصير والقضايا كثيرة والأجندة كبيرة جدا، فنحن نحتاج طبعا إلى وقت حتى نحقق واختزال في الكلام واختصار في الكلام، ولا أنت عارف يعني كل أنت جربت تجربة التقديم وعارف أن الوقت مرات يقعد هو اللي يحكمك يعني. أزف الوقت. نعم صح. بالضبط. نحن تو نسمع منك باش ما ننسوش ما جات لنا مربوعة. والله هي بالسوري وبالليبي. بالسوري وبالليبي. مش مشكلة. الدور الزحام. خليها بالشامي باش تقلوش عشان. ما جات لنا مربوعة. بالعكس والله دي نقول لها حسن أحمد سامعك الأغنية. ولكن الفنان الليبي سواء صراحة ممثل ولا رسام ولا ملحن ولا مضرب ولا حتى إعلامي كيف كنت يعني تولنا ما يقارب 50 سنة نحن نتعاطى في هذا الفن، نستقبل في الدراما السورية والدراما المصرية والدراما الأردنية، يعني احترامي فن صح. فن صراحة صح. ما فيش بكرة الفن الليبي هذا، فيش حتى حاجة هكي تمشي للناس، الدراما أغنية للناس توصل برا، فهمت الفكرة؟ سؤال ما فيش للأسف يعني. نحن تو نشوفه في بس خلينا ندخل مواضيع أخرى، الدراما الآن وإني متواضعة نعم جدا نعم وما صح. ما تقدرش أنت يعني إن شاء الله يا ربي للمشاهدين الناس إن شاء الله. كلهم إن شاء الله يا رب الله يسلمك. قرب شوي من الله
عليك. الحاجة الوحيدة تقدر تترجمها هي ما جبت. تيوين صعب. ما إجبت. ولا ده بس والباقي خلي هو لك ما إذا يخش على القاموس تشو تشرح له خطأ شايف مسادي ما مسادي فيها قصة طيب أستاذ علي قدامنا دقيقة نعطوك المساحة تختم بها هذا اللقاء. عدى بسرعة والله ما حسينا بيه. أول أمر حبيبي هذا بالعكس من ذوقك أنت ومن إحساسك. أول شيء تحية لكم كلكم صراحة على المجهود الجميل هذا. تسلم. والله تسلم. دائما كيف ما حكيت لك بداية الحلقة أنا أجبتني فكرة البرنامج. غازي أكيد في ناس تشاهد فيكم وتشوف فيكم وتسمع فيكم وتتابع فيكم. جميلة الفكرة. أنتوا توا قدرات المادية والسيدوهات الكبيرة والشغل والواسع والموضوع برنامج يعني يبي دولة ما يبيش مواطن يعني صح. حتى الرأس المال هنا في بلادنا احنا خجول شوية في قصة هذه فهمت ولا؟ تحية صراحة المجهودات كانت جميلة هذه وأنا دائما أنا عندي مبدأ حتى في برنامجي اللي أنا قدمته توا إن شاء الله حيشوفوه الناس مرقي القيمة الإنسانية في الفنان طبعا وين وين تنطبخ هالطبخة الجميلة اللي طلعها المبدع كيف اندارت شن شكل الإنسان هذا هيك الفكرة ولا من ضمن الأسئلة اللي مجهزة هنا معدة من الأستاذ وفاء هي هذه الحديث عن هذا المحور لكن زي ما قلنا الوقت دهمنا الوقت مش مشكلة كل عام بخير ولكم المشاهدين كل عام وانت بخير كل سنة طيبين إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي أنتوا السنة جاية أكثر إمكانيات إن شاء الله إن شاء الله ونتلقوا معك إن شاء الله أكيد أكيد في فرص قادمة نشكر باسمكم مشاهدين الكرام الأستاذ الفنان والملحن علي العبيدي ضيفنا العزيز في هذه الحلقة من برنامج مشوارنا.